أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: حديث المؤمن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، هل الديون البسيطة تدخل في ذلك؟ نعم، يدخل فيه الدين الكثير والدين القليل، هو مرتهن به حتى يقضى عنه. الدليل أن رجلا من الصحابة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. وكان هذا في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تحمل الدين عن المتوفى، فلما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووسع عليه صار يتحمل الدين عن المتوفى إذا لم يكن له سداد ويصلي عليه. فالحاصل الشاهد من ذلك أنها ديناران، فتحملها أحد الصحابة الحاضرين، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما مضى يوم بعد دفنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المتحمل: ما فعلت الديناران؟ قال الرجل: لم يمضي وقت كثير يا رسول الله. في اليوم الثاني أيضا سأله فقال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. نعم.